كان عندي سؤال كمان آخر، بما أن الله، بما أن كلمة الله تجسد وصار جسدا، كلمة الله صار جسدا، هل الجسد هذا، هل الله يعني لما نقول أنه يكون في شكل إنسان يأكل ويخرج ويبكي ويهان، كيف يعني من يحمل اللاهوت يتعرض لهذه الأشياء المهينة؟ طيب شكرا كثير أبو نادر، فهمت السؤال دكتور. أوكي أوكي، يعني لما تجسد الله، الفكرة هائلة مش معقول. يعني إذا أنا جندي إذا أنا جندي في الخندق وعم بحارب عدو شرس ضد شعبي، وإجا الملك البلاد أو رئيس الدولة صار جندي مثلي وإجي بالخندق معي، هل هذا يحط من قدره أو يقلل من شأنه؟ بالعكس، هذا يرفع من شأنه. وهل الله عاجز أنه إذا كان يتجسد؟ هو بتجسد بالفعل، لما تجسد اختبر كل شيء بيختبره الإنسان، كل شيء، ليس هناك شيء بعيد عنه. لهالدرجة هو محب، حتى يصير لهذا الدرجة يصير معنا ويختبر كل شيء. كمان أنت وضحت الفكرة أنه الوحدانية المطلقة، خلاص أنت بتتنظر لله أو لإله من منظور ضيق، ما مش من منظور صح. الكمال صح يعني. وهنا هنا الفكر اللي بتصعبه الناس مرات يفكروا فيه هو تواضع الله. إلهنا إله متواضع مش متشامخ. هو يفوقنا ويسمو عنا، لكن شيء جوهري في طبيعته هو التواضع، حتى يوصل إلنا بمحبته. وهذه الصفة هي اللي قادت للخلق، هي اللي قادت للتجسد، هي اللي قادت للفداء. نفس الصفة، هذا هو إلهنا.